على سلامتكم. إذا كان مازلت متواصلة معكم في السعودية، واليوم نمشي للعاصمة الرياض. الرياض تبعد على المدينة 7 سوايع، وتبعد على مكة ما بين 8 ولا 9 سوايع بالسيارة. من الحاجات اللي لازم نشوفها في الرياض الوادي المخفي، وتسمى مخفي لأنه قعد فترة كبيرة برشا ما يعرفوا حتى حد إلا ما عملوا الكياسات والناس بدأت تاخد صور وتبرتاجي فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. الواد هذية فيه تجويفات صخرية تحفظ مياه العيون والأمطار، وهكا تعملوا بحيرات. البحيرات هذية يجيوا بعض الزوار باش يعوموا فيها. وفي زيارتك لذية بتنجم تزور العالم الكل من خلال متحف المعالم. المتحف هذية كبره 25,000 متر مربع، وفيه معالم من العالم الكل كما زيدا معالم من السعودية. وما تنسيش كي تمشي للرياض لازمك تعمل طلع على القصر المربع، القصر اللي كان بالحق قصر تاريخي اما حولوه الى متحف مصمم على الطراز النجدي التقليدي. حاجة مزيانة ولازمكم تشوفوها. ما ننسيش باش نقولكم انه احلى زيارة للرياض تكون في فصل الربيع والا في فصل الشتاء. في شهر رمضان الكريم اذا كان مازالت متواصلة في السعودية، زعما المرة الجاية وين نمشي.